وهذا الكلام اللي بقوله مثبت تاريخيا. ومن الناس اللي قالوا ايضا اللي هو حييم وايزمان اول رئيس دولة لاسرائيل، مش رئيس وزراء، قلنا اول رئيس دولة لاسرائيل، في مذكراته بذكر الصراع اللي تم في المؤتمر السادس، وكيف انه هيرتزل، وفي الاخير هو طبعا حييم وايزمان كان ضد هيرتزل في هذا الموضوع. حييم وايزمان ما هو قادم من روسيا، وحييم وايزمان هذا جيد اقولكم عنه شوية في مذكراته شو بقول. بقول: وقد التقيت بلينين في اكثر من مؤتمر صهيوني. التقيت بلينين، لينين شو كان يروح يسوي يا اخوي في المؤتمرات الصهيونية؟ وقد لاحظوا شو بقول بالضبط في مذكراته حييم وايزمان، وقد اللي هو فيما بعد كان رئيس الوكالة اليهودية، رئيس الوكالة اليهودية، وبعدين صار رئيس الدولة، مش رئيس الوزراء، اول رئيس دولة لاسرائيل. وقد التقيت بلينين في اكثر من مؤتمر صهيوني، وقد كان يهوديا وكان يشبهني كثيرا، حتى ان البعض كان يدعوني احيانا مسيو لينين. ليش مسيو؟ طبعا ليش مسيو؟ لانه كانت المؤتمر وين ينعقد؟ في فرنسا. كان المؤتمر ينعقد في فرنسا، وفعلا انا لما شفت وانا بقرا في مذكراته على طول رحت لصورته عشان اشوف بقول وقد انا يشبهني كثيرا. واذا به ما بتفرقوا عن لينين اطلاقا، وحالق نفس الحلقة ونفس السكسوكة الموجودة للينين، هو بحيث لو اجى واحد عرض عليك مين هذا بتقول له لينين. لينين. اذن وقد التقيت بلينين في اكثر من مؤتمر صهيوني، وكان يهوديا، شوف شو بقول عن لينين، وكان يشبهني كثيرا، حتى ان البعض كان يناديني احيانا، يعني يختلط عليه الامر، مسيو لينين. تمام؟ ايش اللي جاب لينين؟ طيب المهم، فحييم وايزمان هذا بتحدث عن المؤتمر السادس والصراع اللي تم، وكيف نزلت خارطة فلسطين، طلعت خارطة اوغندا. مات هيرتزل سنة 1904، مات 1904 في المؤتمر الخامس السادس عفوا السابع قلنا السادس الان السابع في المؤتمر السابع بالتصويت رجعت خارطة فلسطين، نزلت خارطة أوغندا، طلعت خارطة فلسطين. في قدر، في قدر في الموضوع، بده يغلب القدر. في كلام في القرآن من أول يوم كيف راح يصير الأمر وكيف في النهاية، وراح يكشفوا الناس إنه هذه القضية هي القضية اللي شكلت استفزاز للعالم الإسلامي كله، وطورت في الوعي، وأسقطت أفكار كثيرة وفلسفات، وحمت الأمة في مرحلة من مراحل، وفي النهاية نقلتها نحو العالمية. انتوا قضية فلسطين راح تنقلكم نحو العالمية، مش بس موضوع إقليمي وحل قضية فلسطين مع اليهود. هذا صراع، هذا صراع عالمي هذا. والأمة الآن قدها بغروكم يعني وجود الجواسيس هذول خلاص، طالما انكشفوا انتهى الموضوع. طالما انكشفت الجواسيس خلاص الأمة أصبحت أمام الحقيقة خلاص. الآن نرجع للحديث إذن.